السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أستاذ مراد إيتر في فيديو جديد. فيديو اليوم بالنسبة للكونتابيليتي جينيرال وتكميل بطبيعة الحال بالنسبة لبارتي ديال سي بي سي. كيفما شفنا في الفيديو السابق شرحنا شنو هي لو كونت دو برودوي شارج، شفنا يعني شنو هما لي زيليمون اللي كنخدمو بيه، وعرفنا على أنه كيكونساكري سوغ جوج ديال لي كلاس اللي هما كلاس 6 وكلاس 7، كونت دو شارج et compte de produits. Les charges que nous avons traitées dans les catégories, les moments, les charges d'exploitation, de Steam, les charges financières, les Steam, et les charges non courantes, les moments de Steam. Nous avons traité les produits d'exploitation, avec une autre Steam, financières, les produits, les Steam, et, après, les produits non courants, les moments de Steam. Et maintenant, on va être confus du délire. يعني لي زيليمون اللي غتلقاو في البيلون، يعني باش الا تعطاني انا شي شارج فين نعرف نقدر نكلاسي، ولا نفس الشيء بالنسبه لي برودوي، يعني الا تعطاني واحد اليمون واش نكلاسي في لي شارج ديال 61 ولا 63 ولا 65، ولا الا كان برودوي واش نكلاسي في 71 ولا 73 ولا 75، اش من بوست بالضبط. حيتاش انا ملي كنكون خدام سي بي سي فراه كنخدمو على لي بوست، وما كنخدموش على طبيعة الحال على لي غيبريك، حيتاش هذا كيتسمى يعني كلاس 6 وهذا كيكون غيبريك وهذا كيتسمى بوست وهذا كيتسمى كونت، واللي فيه 5 كيتسمى سو كونت ولا كونت ديفيزيون. الوغ اول حاجة نقدرو نبداو بها هي طبيعة الحال كما قلنا لي شارج اون جينيرال، شنو معني تشارج؟ فشارج باغ ديفينيسيون ديالو normalement représente un bien ou un service qui est consommé par l'entreprise au cours de son activité. Alors au niveau de la production, on a la consommation de l'ensemble des matières, biens, services, marchandises et la akhira. On dit des autres dépenses. En général, la charge est une nafaqat. Ce sont des dépenses qui ont été effectuées au cours de l'activité et qui sont consommées en totalité. C'est-à-dire annahu raha il disparaît kif ma kangolo. Yani le premier usage diallo raha kimchi ma kibqa physiquement. Yani kibqa ghir smitu kif ma kangolo hnaya f les écritures et la comptabilisation. بالنسبة لهاد لي زيليمون اللي هما كي سون كونسومابل او بيان سون دي يعني دي بيان ولا دي سيرفيس لي اون كونتر بارتي اون فيرسي واحد لو مونطون ديال الفلوس، يقدر يكونوا دي مارشانديز، يقدر يكونوا دي ماتير بروميير، يقدر يكونوا دي برودوي فورنيتور كونسومابل، يقدر يكون بريستاسيون سيرفيس بحال لي زونور اتعاب، يقدر يكون هاد شارج عبارة عن انكو خلصنا الدولة انكو، يقدر يكون يعني بزاف ديال الامور. دابا حنا اللي كيهمنا هو كيفاش نكلاسيو هاد الحوايج سولو لو بلان كونطابل جينيرال ماروكان. كما كتشوفوا اول حاجه عندي كلاس 6 لو كونت دو شارج فيها لي شارج ديكسبلواتاسيون. اول حاجه عندي في لي شارج ديكسبلواتاسيون نقدر نقسمو شحال من كما كنقولو شحال من بوست. كاين البوست الاول اشار اوفوندي دو مارشانديز، كاين البوست الثاني اللي هو ديال اوتر شارج اكسترن اللي هو اكثر بوست فيه بزاف ديال لي زيليمون، كاين البوست الثالث اللي هو ديال اللي غيكون لي شارج بيرسونيل ولا لي زامبو تاكس هي الاولى لي زامبو تاكس، وكاين بوست ديال لي شارج بيرسونيل، وكاين بوست ديال اوتر شارج ديكسبلواتاسيون. هادو هما اهم الحوايج، وكاين دوتاسيون ديكسبلواتاسيون، اهم الحوايج اللي غنطرقو لهم هنايا غادي نختصرهم. بالنسبه لي شارج ديكسبلواتاسيون بالنسبه لهاد اول بوست كاين في 61 هما لي زاشا غوفوندي دو مارشانديز ولا داخل كاين واحد البوست اخر حتى هو ديال اشا كونسوم دو ماتيريال فورنيتور. الا لاحظتو
اشهر مارشانديز سلعه، اشهر مارشانديز سلعه، هذا غير الانواع ديالهم. حنا اغلبيه ما كيكونش هادشي ديال الانواع، اللي كيكون في سي بي سي هو الاشهر غوفوندي مارشانديز اللي داخل وسطو هادشي، وكيكون اشهر كونسومي دو ماتيير اي فورنيتور اللي داخل وسطو لي ماتيير بروميير اللي هما كونسومابل، تو سكي كونسومابل، اي حاجه كنكونسومي كتدخل هنايا الماتيير بروميير. الماتيير اي فورنيتور كونسومابل، بالنسبه للكومبستيبل لي برودوي ديال لونتروتيان، لي فورنيتور داتولي اي دوزين، لي فورنيتور ديال المغازان، فورنيتور ديال البيرو بحال كنقول ستيبوات ولا عقيل اخره، لي زومبالاج راه بحال عارفين شنو هما لي زومبالاج. وهنا كنهضر بالضبط على لي زومبالاج بيردي اللي هما بطبيعة الحال يعني مثلا كرطانة ديال الحلوى ما غاديش ترجعها ليهم في الخاوي، يعني صافي كتخسر ليهم هذاك لومبالاج ديالها. لومبالاج ريكوبيرابل نو ايدونتيفيابل، نورمالمون هادو ريكوبيرابل يعني كيرجعو ولكن نو ايدونتيفيابل، ما عندهمش واحد السيري، ما نكتبش فيهم واحد السيري. مثلا باغ اكزومبل مثلا مثلا كنتي شريتي عندك في الدار سميتو الخضرا وهذا وعطاك كوربا مثلا ورجعتي ليه كوربا، وهذه الكوربا مثلا نو ايدونتيفيابل، اي مثلا على سبيل المثال نورمالمون تا هما كيديرو ليهم لي سيري ولي نيميرو ديالهم باش يعقل على الكوربا ديالو. يعني tout ce qui concerne les matières premières ou اي حاجه كونسومابل في لي زاشا راه تحطها هنا. كاين اهم حاجه اللي هما لي تروازيام غادي غوميز غوسيون ريستورون، سواء كان على لي ماتيير بروميير فورنيتور كونسومابل لون اي حاجه كان عندهم، هادو هما يعني كما كنقولوا سو سون دي ريديكسيون كوميرسيال، كل وحده كتعطى على حساب واحد لوبجيكتيف ولا على حساب واحد على حساب واحد لوبيت تحقق من طرف لو كليون اون فافور لونتربريز. بطبيعه الحال شنو كيوقع؟ كيقول لك اسيدي مثلا انت غتشري عند واحد الكونتيتي كبيره، اذا خصها تعطيك واحد ريدكسيون، ولا انت حيتاش كليون في دير خصها تعطيك ريدكسيون، ولا انت غادي تشري حقك شي واحد يشري دافير كبير عندي هذا العام وانت ما فراسكش خصها تعطيك واحد ريدكسيون. هادو هما لي ريدكسيون يعني تخفيضات، حتى هادو سو سون كيدخلوا هنايا يعني مع سميتو. ديجا قلت لكم الا بغيتوا تحسبوا اشا كونسومي ماتيو فورنوتيو، ولا بغيتوا تحسبوا اشا غوفوندي ماسونديز، شنو كديروا؟ كتشدوا يعني هذاك الشيء اللي شريتي كتنقص منه الفارياسيون ديال هذاك الشيء اللي شريتي، يعني الفارياسيون بين ستوك فينال وانيسيال دير لا ديفيرونس ديالهم، وتنقص داك الريديكسيون اللي نقصتي عليه كيعطيك هذاك الاشا غوفوندي ولا اشا كونسوم. ثالث بوست اللي هو اوتر شارجي اكسترن، اكثر واحد فيه دي زيليمون كثار، كنهضروا على اللوكاسيون، اي حاجه كتكريها لونتربريز يعني دار تيران كونستركسيون كاريير ماتيريال اي حاجه كريها غتلقاو هنايا. مالي سيغ امبالاج غوندي، مثلا واحد الامبالاج رجع ليا ورجع لي بواحد الثمن اللي هو اقل من الثمن اللي كان كيسوى مهرس ولا مضروب ولا شي حاجه. غودوفون هاد لوكاسيون اي شارج لوكاتيف دي فير كيف ما كان متنوع. غودوفون زو كريدي باي، فاش تسمع غودوفون زو كريدي باي هو واحد لوكاسيون ديال ولا واحد كونترا لوكاسيون افيك لوبسيون داشا في لا فان كونترا، يعني هو العكس ديال شنو هو باش كيتميز على لوكاسيون. لوكاسيون كتكري عنده نهار بغيت خويا صافي الله يعاونك، ولا كريتي عنده ماتيريال نهار سالات الكونتر صافي كترجعوا ليه. هذا اللي بحال داك النظام الاعاره اللي كتشوفوا في اللعابه، يعني كيقول لك تم استعاره اللاعب فلان فلاني مع الزاميه الشراء في اخر سميتو ولا مع احقيه الشراء في لافان كونترا نفس الشيء تقريبا. حتى هنا عندك لوبسيون تقدر تفعله تقدر ما تفعلوش، عجبك الماتيريال غتشري ما عجبكش ما غاديش تشري. هذا هو الغودوفونس ديك خديبا، كتخلص دي مونطون سو فورم دي غودوفونس في الاخر ديال العام تما ولا الاخر ديال الكونترا متفقين انك راه تقدر تشري بواحد لو مونطون. لي زونتروتيان ريباراسيون اي حاجه متعلقه بالاصلاحات كتلقاها هنايا. لي بريم دو سيرونس كتخلصوا لي بريم يعني على لاسيرونس انسوندي على الفول على يعني اي اسيرونس كيف ما كان ميتيب كيف ما كان ديفير. الريمينيراسيون ريمونيراسيون دي بيرسونيل على اكستيريور ولا اوكازيونيل ولا انتيريم، يعني سو سون دي بيرسون اللي هما نورمالمون برا على الشركه كتعطيهم واحد السالير ديالهم اللي هو بطبيعه الحال على الفونكسيون اللي داروا ولا على ديك الخدمه اللي جاو داروا. لي زونور اتعاب اكثر كيكونوا عند المحامي ولا النوتير. لي غودوفونس بور بروفي مارك هنايا يعني كاري براءه اختراع ديال شي شركه خدام سميتها مثلا كدير لي زيتود اي ريشيرش باش ديفلوبي الخدمه ديالك. ترونسبور يعني كنحاول نلخص لكم مثلا ما غاديش نطرقوا بالتفاصيل بالضبط. لي ترونسبور كيف ما كان اي ترونسبور ديال بيرسونيل اشا فونت يعني كيف ما كان انا كنهضروا على لي شارج داكشي اللي كتخلص لونتربريز. ديبلاسمون ميسيون اي ريسيبسيون داخلين فيهم هادشي.
شنو فيهم؟ يعني مثلا صيفطي واحد غوبريزونطون ديالك حضر واحد الغينيون وتخلص عليه لي فري ديال ديبلاسمون ديال فين غينعس ياكل يشرب الى اخره، لي كادو عطيتي لي كادو ديال سميتو الكليونتين ديالك، لي فري بوستو تيليفون هادو بين الكوتيزاسيون مساهمات لي دون هبات سيرفيس بانكار قطعت من البنكة يعني فورم دي شارج، هادو كاملين داخلين اوتر شارج اكسترن بالضبط في 61 اللي شارج ديكسبلوتاسيون لي زامبو اي تاكس. اي حاجه متعلقه بلي زامبو اي تاكس بحال علاقتك مع الدوله كتدخل هنا، مختلف لي تاكس على الباتونت على التاكس لوكال تاكس دي فيغ امبو اي تاكس دغوا سيميلي تاكس سور فييكل كاع لي تاكس كتدخل. شارج بيرسونيل اي علاقه مع لي سالاري ديالك البيرسونيل ديالك راه كاين هنا، فيها شارج بيرسونيل اللي هي ريمونيغاسيون بيرسونيل وفيها لي شارج سوسيال. فاش كنقولوا شارج بيرسونيل اللي متعلقه بسالير دو باز ولي بريم ولا بوانتومون ولي زانديمينيتي تعويضات، يعني داكشي متعلق بالسالير ها هو تلقاو هنا. فاش كنقولوا لي شارج سوسيال داكشي متعلق بسينيسيس لامون كوتيزاسيون كيس دو لوتري لاسيرونس كتخلص عليهم، داكشي ديال لي زانديمينيتي ديال لي سونسيونمون طرد مثلا، يعني كاع الحوايج اللي متعلقين بلي شارج سوسيال. وكاين اوتر شارج ديكسبلوطاسيون ما كتلقاوش بزاف، دوتاسيون ديكسبلوطاسيون كيكون متعلق بلامورتيسمون غنشوفو اكثر في لابارتي دو. من بعد نشوفو ثالث حاجه لي شارج فينونسيير. لي شارج فينونسيير كتشوفو فيهم تقريبا اهم الحوايج، شارج دانتيغي بيرت سور شونج سير دو شونج اي اوتر شارج فينونسيير. لي شارج دانتيغي متعلقه بلي زانت، يعني اي واحد خديتي عنده ديت غتعطيه انت دي زانتيغي غتلقاو هنا كيف ما كان هذاك الشخص. بيرت دو شونج هو فاش كتعامل مع شي بيرسون على الاكستيريور مثلا وكيكون شي بيرت باغ اكزومبل، خصوصا الا كان اترونجر، راه شرحنا بداك لي كارت ديال الكونفيرسيون داكتيف، يعني مثلا تعاملتي مع واحد الكليون باش يخلصك في 13/8 كان يخلصك بانه بطبيعه الحال تخلص بالدرهم، ولكن الاورو ديك الساعه كيدير 10 دراهم نهار يخلصك، يعني الاورو نزل الو انت خاسر، هذا هو البيرت دو شونج، هو راه كيخلص نفس المونطون ديال الاورو. لي شارج نون كورون، لي شارج نون كورون فيها جوج ديال الحوايج تقريبا، فيها لي سيفونسيون اكوردي وفيها الفي ان دي موبيليزاسيون سي دي. فاش انا واحد الماتيريال كنبيعو كيكون عنده واحد فالور نيت دا موتيسمون، يعني الفي ان دي موبيليزاسيون سي دي، يعني شحال كيسوى حاليا باش انا ملي غنبيعو. بالنسبه ليا هذيك راه شارج نون كورون، هي هذيك الفي ان كنحطها هنايا. سيفونسيون الا عطيتني شي سيفونسيون، انا راه ماشي ديما كنعطي سيفونسيون. اوتر شارج نون كورون لي بيناليتي، يعني غرامات لي بيناليتي هما اللي كيكونوا بزاف فيهم، يعني كنحاول نختصر لكم حيت اس ان ما كتعمقوش بزاف، كتشوفوا غير شي حوايجات. لي دوتاسيون نون كورون هذوك من بعد امبو سور ريزولتا، ها هي فين كتكون امبو سور ريزولتا ولا امبو سور لي بينيفيس هادو بحال بحال. من بعد ندوزو الكونت ديال لي برودوي. لي برودوي نفس الشيء ما فيهش بزاف، يعني لي برودوي اي حاجه غادي نبيعها، غادي نبيع المارشانديز، غادي نبيع او ميم طون كنعطي مثلا لي تخوازيام ولا لا هنا هنا اكوردي بطبيعة الحال شتو راه اكوردي كتكون في الاسبوعين تما راه غوسي فون دو بيان اي سيرفيس. بيع اي حاجة متعلقة بالبيع كنبيع، داكشي اللي كنبيع انا داك لو برودوي اللي كنبيع غتلقاو في البرودوي ديكسبلواتاسيون، اي حاجة كنبيعها شي حاجة اللي كنديرها هادي هي من البيع. بريستاسيون سيرفيس اوتر سيرفيس مع هذاك البيع، بحال مثلا كاري كنكري ليهم كاري ليهم شي لوكال كان اوتر برودوي ولا اوتر فون دو برودوي اكسسوار، شي حاجه اللي هي اكسسوار مع داك لو برودوي اللي هو برينسيبال، يقدر يكون راسو فورم ترونسبور ريدوفونس كاري انا براءة الاختراع، يعني اي حاجه اللي كنديرها انا ديما شي حاجه اللي هي من لاكتيفيتي ديالي الخدمه ديالي. فارياسيون دو ستوك دو برودوي هو لا ديفيرونس انتر ستوك فينال ستوك انيسيال. ايموبيليزاسيون برودوي بار لونتربريز ال ميم، باغ اكزومبل واحد لونتربريز كدير لا كونستركسيون وواحد النهار دارت لا كونستركسيون ديال لوكال وهي استغلاتو، الوغ هذا كيف ما كنقولو هذا هو ايموبيليزاسيون برودويت باغ لونتربريز ال ميم. هادو هما يعني اكثر الحوايج اللي غتلقاهم في 71. من بعد 71 كيقول ساهل شويه ما فيهش بزاف. بالنسبه لي برودوي فينونسيير، لي برودوي فينونسيير فيه برودوي دو تيتر دو بارتيسيباسيون اي دي تيتر ايموبيليزي، فيه غان شونج، في انتيري اي اوتر برودوي فينونسيير، هما اهم الحوايج اللي كتلقى. برودوي دو تيتر دو بارتيسيباسيون هما يعني كاع لي ديفيدون ولا لي ريفوني اللي كنربح انا من لي زاكسيون اللي هما سوغا ايموبيليزي، اي حاجه غتلقى هنايا، يعني قال لك شي ريفو
غبران جاي يمشي اكسيون ايموبيليزي غتلقاه هنا كان تشونج هو العكس ديال بيرت تشونج قلنا قبيله يعني الاورو مثلا دابا طلع لي زانتيغي اي اوتر برودوي فينونسيير العكس ديال شارج دانتيغي يعني هنا انا كنسلف الناس فهم كيعطيوني لي زانتيغي بطبيعة الحال هادشي اللي كنت تقريبا في 83 لي دوتاسيون هادشي راه غتشوفو في لابارتي الاخرى ديال هنا نمشى من بعد غادي نلقاو اخر حاجه هما لي برودوي نون كورون فيها سيفونسيون دي زيموبيليزاسيون عفوا برودوي ديسيسيون دي زيموبيليزاسيون بعت انا شي مواد بعت اي حاجه من لاكتيف اي حاجه بعت من لاكتيف غتلقاها هنايا حيت انا الخدمه ديالي ماشي نبيع شي حاجه من لاكتيف داكشي علاش كنحطها هنا في لي برودوي نون كورون 75 هادشي راه شرحناه بالضبط شنو كيعني نون كورون شي حاجه اللي مكنديرهاش ديما سيفونسيون انا ماشي ديما الدوله تقدر تعطيني الدعم انا مره اوتر برودوي نون كورون لي بيناليتي اي لي ريسي مثلا انا فرضت بيناليتي ولا غرامات على شي واحد انا راه ماشي خدمه ديالي دائما كنتسلم لي بيناليتي انا ماشي دوله لي بيناليتي لي دون الهبات الى اخره دونك هادشي اللي كاين في كلاس 6 و 7 باش نفهمو كثر غنحاولو نديرو كلاس مون ديال واحد هنا ولا شي ها هو نحاول نجمع عليه شويه باش يبان سيرو Achat d'emballage. Achat d'emballage, qui est un achat consommé de matériaux et fournitures, il y a une charge d'exploitation. Les droits d'enregistrement et de timbre. Et il y a des frais d'enregistrement des timbres, y compris les impôts taxes par les frais. Les charges d'exploitation, ici. Escompte accordé. Escompte semaine. Escompte qui est accordé ou qui est obtenu. Accordé, rahouli d'achat, c'est le système. وبالنسبه للاسكونت اوبتوني هو اللي كاين في 73 اذا هذا كيكون اوتر شارج فينانسيير لي شارج فينانسيير 63 شارج دانتيغي هذا باين لي زانتيغي مثلا سيغون براي دي ترا تلقاهم في لي شارج فينانسيير 63 اشاد مارشانديز ديما شي حاجه ديال لي اشاد مارشانديز كنشريها ديما يعني داخل في 61 لي شارج ديكسبلوطاسيون بالضبط اشاد فوندي دو مارشانديز لي بلاسمون ايميسيون شي حاجه دي هادي ديما كنديرها داخله في اوتر شارج اكسترن واحد يستيم لي شارج ديكسبلوطاسيون اسكونت اوبتوني قلنا قبيلة داخلة في 73 يعني لي برودوي فينونسيير اشا دو فورنيتور نون ستوكابل ديما لي زاشا ديال فورنيتور نون ستوكابل زعما كونسومي ولا نون كونسومي فاش كنتظر بالضبط هاد نون ستوكابل لي هما سوغا كونسومي كيكون بالضبط ليكتريسيتي ولا هادو غيكونو في 61 لي شارج ديكسبلوطاسيون لي فري بوستو اي حاجه قلت لكم متعلقه بشي حاجه اللي كندير في لي فري بوستو تليفونيك الى اخره تلقاها في اوتر شارج اكسترن لوكاسيون فيرسي انا كنعطيه اوتر شارج اكسترن لي شارج ديكسبلوطاسيون هادو ستين ترونسبور سور اشا حتى هو في اوتر شارج اكسترن وبالضبط في 61 لي شارج ديكسبلوطاسيون بيناليتي اي اموند في لوتر شارج نون كورون وبالضبط في لي شارج نون كورون اللي هما 65 سيرفيس بونكير بطبيعة الحال كون ديما كنديرها مع ديما انا كشركة خدام على بونك الوغ غادي تكون في اوتر شارج اكسترن ولكن 61 اللي هما لي شارج ديكسبلوطاسيون تاكس دي ديلي لي دون نون كورون غوسي هادي باين غير مسميتها هبات مكنشدهمش ديما غوسي سو سون دي برودوي يعني غوسي ولكن برودوي نون كورون يعني في 75 تاكس دي ديليتي اي حاجة متعلقة بلي تاكس غتلقاها في ليزامبوي تاكس وفين داخلة ليزامبوي تاكس داخلة في لي شارج ديكسبلوطاسيون 61 فوند مارشانديز ديما غنكون هنايا واحد لونتربريز اللي هي كوميرسيال الوغ كنبيع بشكل دوري يعني برودوي ديكسبلوطاسيون شارج بيرسونيل وهنا غنقصدو مثلا ريميليغاسيون بيرسونيل لي شارج ديكسبلوطاسيون لي برودوي دو تيتر دو بارتيسيباسيون كاينة في لي برودوي فينونسيير بطبيعة الحال 73 اذا هادشي اللي كاين في الفيديو ديال اليوم نتمنى يكون عجبكم الفيديو كان معكم أستاذ مراد إدارة على قناة طالب المهم ما تنساش بارتاجو الفيديو مع الأصدقاء ديالكم مشاهدة ممتعة إلى اللقاء